السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بخصوص هذا اللايف هذا اللي كنديروه من الخبازة ديال ايت وادريم، جينا نشريو الخبز، تلاقينا الخبزة بسبعين ريال. واش هاد الشيء معقول؟ خبزة بسبعين ريال الخبزة، كيقول لي قديه ولا خليه. منين ناضوا الناس كيغوتوا سد عليهم، قال لهم ما كاينش الخبز، صافي ما بيع ما شاري ما والو. راه لا اله الا الله، راه لا حول ولا قوة الا بالله. الخبزة بسبعين ريال عباد الله. هاد الناس هادو راه كيديروا الاحتكار، ما كاين لا مراقبة لا حتى شي حاجة. فينكم المسؤولين؟ راه كيف ما كتشوفوا دابا الناس واقفين ما بغاوش يعطيوهم الخبز، بل واكثر من هذا كيحسبوا لهم سبعين ريال الخبزة. دابا شنو دير في هاد الحالة هادي؟ سبعين ريال الخبزة. يلا وعندهم الكومير قال لك 30 ريال ما كيبغيوش يخرجوا في هذه الظروف، كيبيعوا الخبز ب 70 ريال. بلاتي نشوفوا شنو كاين. كيف ما تشوفوا دابا غادي ندخلوا ناخذوا الخبز. واش والو كاع الخبز ما كاين والو؟ يلاه
هانتوما كيف ما كتشوفوا الخبز راه كاين كيبيعوه ب70 ريال. منين جينا نوضنا عليهم الحيحه دابا قال لك ما كاينش واحد نص ساعه. انا مع امهم هنا كاع اقسم بالله العلي العظيم الى الخبز ب70 ريال اي توادريب. اقسم بالله العلي العظيم الى الخبز ب70 ريال. ودابا منين ناضوا الناس حيحوا راه عندهم الخبز وما بغاوش يعطيوه ما بغاوش يخرجوه. علاش؟ حيت حيحنا عليهم. وكنت انا اول واحد هضر انه يحسب لي الخبزه ب70 ريال. وقف قال لك مازال معطلين واحد نص ساعه المكانه. الا كاين الله يرحم الوالدين شي مسؤولين على مراقبه الاسعار قال لك اسيدي هما كل عام كيحسبوا الخبز 70 ريال. قال لك كل عام في العيد كيحسبوا لي 70 ريال ماشي اليوم. يلا ما من غتهضر دابا. هادي اخويا في اي توادرين في الداخله هادو معروفين هادو جهلو هادو هاد السيد هذا مول هاد المخبزه وهاد القواعد راه جال واحد الحاج ما عرفت ودي منين جا الحاج والله ما عرفت منين جا. دابا 3 ايام هادي كنجي كيحسبوا لي 3 دراهم كنقول هانيه ماشي مشكل ما كاينش الخبز. اليوم كنكتشفوا انهم زادوا 10 ريال ولا ب70 ريال. المهم غادي نحاولوا نتسناو واحد شويه الناس ها هما كيجيو. وانا متاكد مليون في المية ان الخبز كاين عندهم غير رجعوا الناس. والمشكل كاين في ان حيحنا عليهم بصراحه حيحنا عليهم ان هذا الخبز هذا ب70 ريال. كيف ما كتشوفوا الناس راه بداو كيغادروا. الخبز كاين وانا غنبقى معاهم هنا حتى غادي نشد داك الخبز وغادي نوثق لكم انه تخلص عندي 70 ريال ويقدر نشد عنده حتى التيكيته باش تخلص. المهم دابا نتوما غير تسناو انا مع امهم هنا حشومه كاع والله الا حشومه والله حشومه. انا هاد اللايف هذا ما غاديش نقطعو يقدر الكاميرا ما غاديش تشد مزيان ولكن راه ما غاديش نقطعو حتى ناخذ الخبز. ما هو
والله العظيم والله. الانسان فاش كيكون خدام اش ما كيقول اش ما كيقول كيقول لك اودي انا غير خدام شغل مع الاخر. المشكل غير علمنا ديالو تبرك كل بنادم راه كاين.